السلام ومرحبا بكم فيديو جديدة في قناتكم قناة أحمد بن عطية. التشغيل يعد من بين أكبر المشاكل الموجودة في عالمنا العربي، علاش في الفيديو متاع اليوم حاولنا أن نجيبو لكم 5 أفكار متاع مشاريع نجموا تبدأوا فيها في الحال وما تستحقوش مبلغ كبير للبداية فيها، يعني ما تستحقوش استثمار مبلغ كبير باش تبدأوا في المشاريع هذه. لذا خليكم تتفرجوا في الفيديو وما تنساوش كيف العادة تضغطوا زر لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديدة يجيكم إشعار، ونخليكم مع الفيديو. المشروع الأول اللي باش نحكيو عليه هو أنك تفتح موقع دروب شيبينج. برشا فيكم باش يقولوا فتح موقع يتطلب ياسر فلوس ويتطلب استثمار كبير، لكن لا، بالعكس، فتح موقع ما يطلبش منك برشا حاجات، فقط تشري اسم نطاق من الجودادي، تنجم تشريه ب 0.99 دولار، تتحصل على استضافة. الاستضافات فما حتى استضافات ب 5 دولار للشهر الواحد، ومن بعد كي تنجم تدخل لليوتيوب وتلوج كيفاش تقوم بصناعة موقع ووردبريس. الحاصل هذا يخليكم انتم تلوجوا عليه. نحكي لكم على مبدأ الدروب شيبينج. دروب شيبينج هو بكل بساطة انك مش تكون الوسيط في بيع وشراء السلع. الفكرة ماهيش كبيرة ياسر كما قاعدين تتخيلوا فيها. المبدأ بكل بساطة انك مش تاخذ نيتش معين او بعض المنتجات الموجودة في مواقع مثل موقع علي بابا واللي تنجموا تشريوا فيها العديد من المنتجات بأسعار رخيصة، تاخذوا الصور والديسكريبشن متاع المنتوجات هذية، تحطوها في الموقع متاعكم وتقوموا بالتسويق للموقع هذايا عن طريق الفيسبوك ادز ولا عن طريق الاسيو اللي ياخذ وقت، والا تقوموا كذلك باستعمال اشهارات جوجل او جوجل ادز. ومن بعد اول ما يجيكم اشخاص يشوفوا المنتجات متاعكم تعجبهم المنتجات هذايا، يقوموا بشراء المنتج من عندك، تاخذ انت المبلغ الفلوس اللي باش يخلصوك وتقوم انت بشراء المنتج وتبعث لهم المنتج هذايا للدار. اكيد بالطبيعه انت باش تكون زدت نسبه او زدت في السعر متاع المنتج هذايا اللي انت باش تبعثه لهم، وبعدها تقوم كما قلنا بشراء المنتج هذايا، تخلي نسبه الارباح متاعك عندك وتخلص المنتج وتشحنه لهم للمنزل عندهم هما. المبدا كما قاعدين نشوفوا فيه بسيط، ماهوش صعيب ياسر، وتنجموا تلوجوا اكثر على فيديوهات اخرى في اليوتيوب، خصوصا الفيديوهات الاجنبيه اللي تنجم تشرح لكم اكثر الدروب شيبينج اكثر تفاصيل. يعني في خلال يومين او 3 ايام تنجموا تفهموا المبدا كامل وتنجموا تبداو تخدموا على رواحكم وتدخلوا فلوس. طريقه ثانيه كذلك هي طريقه بسيطه وما تتطلبش منك الكثير من المجهود او الكثير من الذكاء. حاول انك تختار مجال من المجالات اللي انت قريتها ولا من المجالات اللي انت تعلمتها ومتميز كنت متميز فيها او ما زلت معناها متميز فيها، وقوم بصناعة كورس اونلاين على المهارة هذه او على الشيء هذا اللي انت تعرفه. بعد ما تقوم بصناعة الكورس هذا تنجم تبيعه في العديد من الاماكن، مثل موقع معناها موجود اللي هو موقع مشهور ياسر، الموقع هذا اللي اسمه udemy.com، وإلا تنجم كذلك أنك تبيع الكورس هذايا وحدك، يعني تقوم بالتسويق للكورس متاعك على الفيسبوك وتقوم بالبيع متاعه. الطريقة هذه تنجم تضمن لك مدخول مفيش ياسر مجهود، مفيش ياسر مجهود من بعد، لكن أكيد التسجيل متاع الكورس لازم تقوم بمجهود، ولازمك تحاول أنك تسجل الكورس متاعك بدقة عالية جدا في الفيديوهات. كذلك لازم انك بطبيعة المحتوى اللي باش يكون موجود في الكورس هذا تكون فيه اضافة بالنسبة للعباد اللي باش يشريوا الكورس، مش تمشي تسجل محتوى كما جاء ما عنده حتى قيمة ومن بعد تحب تبيعه للعباد. الطريقة الثالثة اللي باش نحكيو عليها تسمى flipping website او بيع وشراء المواقع. كيفاش تصير الحكاية هذه؟ فما العديد من المواقع اللي تم فيها بيع وشراء المواقع والتطبيقات مثل موقع flipa.com. تدخل احد المواقع هذه ولهنا عندك زوز خيارات، يا اما عندك مبلغ صغير تحب تستثمر فيه وقت تولي تلوج موقع تشوف فيه انت بوتنشال انه ينجم يكون موقع كبير تقوم بشراءه وتكبر الموقع هذا شويه وتعاود تبيعه مره اخرى، والا عندك الحل الثاني كما حكينا معناها في المثال الاول، تطور انت الموقع من الصفر، تشري له نون دومين او دومين نيم،
كذلك تشري له معناها الهوست متاعه، تطور الموقع، تزين الموقع هذا. اكيد انه لازم يكون موقع ديزاين متاعه جميل والمحتوى متاعه كذلك يكون محتوى من جيد الى ممتاز، وبعدها تمشي الموقع فليبا وتبيعه. لكن الطريقه هذه ننصح بها للاشخاص اللي عندهم على الاقل شويه خبره في المجال هذا، لانه اذا كان قمت باختيار دومين نيم بطريقه خاطئه، او المحتوى متاع الموقع متاعك ما كانش جذاب، او ديزاين الموقع في حد ذاته ما كانش جذاب، فانه الاستثمار هذا بشولي بالنسبه ليك استثمار خاسر 100%. لذا اذا كان فما شخص ما عندوش فكره ويحب يبدا زاده في المجال هذا، نجم تتفرج كذلك على الفيديوهات الموجوده في اليوتيوب حول الحكايه هذه، وتنجم تتعلمها زاده كيف كيف في وقت مش طويل ياسر. الاستثمار الرابع او المشروع الرابع اللي نجموا تقوموا به، نجموا تستثمروا فيه، لازم نحذروا من حاجة من قبل، إنه المشروع هذا يحتوي على نسبة كبيرة من المخاطرة. المشروع هذا أو الاستثمار هذا هو الاستثمار في الأسهم أو الاستثمار في الفوركس. بكل بساطة نجموا تعملوا أكاونت في أحد المواقع مثل موقع إيتورو أو غيره من المواقع اللي تدعم على التجارة في الأسهم وفي العملات. نجموا لأنه فما أشخاص يقولوا أنه الاستثمار هذا حرام، فأنه تنجموا تقوموا بعمل حساب إسلامي وتنجموا تبدأوا الاستثمار متاعكم. لكن لهنا كما قلنا لازمنا نحذروا أنه تنجم المبلغ اللي باش تستثمره اللي من مستحسن يكون مبلغ بين $500 والـ1000 دولار، معناها في الرانج هذاك المبلغ اللي باش تستثمره تنجم تخسره في لحظة. علاش؟ إذا كانت ما عندكش فكرة على الاستثمار في الأسهم والاستثمار في العمولات، فأنه تنجم تخسر النقود اللي عندك بكل بساطة، لأنك ما عرفتش كيفاش تستعملهم أو ما عرفتش كيفاش تستثمرهم. لذا ديما نرجع ونقول حاولوا أنكم تتفرجوا في كورسات أونلاين موجودين ياسر، حاولوا أنكم تاخذوا منها الخبرة والسكيلز اللازمين باش تبداو، خصوصا في الأشياء اللي تحتوي على بعض المخاطرة، باش نجم النتيجة على الأقل مش تكون مضمونة لكن النسبة الأعلى تكون ربح بالنسبة لكم، خصوصا أنه التجارة في الفوركس أو تجارة الأسهم بالنسبة للعباد اللي تعرف كيفاش تستغلها نجم تحقق لها أرباح محترمة. بالطبيعة الأرباح هذه تعتمد على المبلغ اللي باش يقوم الشخص باستثماره. الاستثمار الخامس والأخير أو المشروع الخامس والأخير اللي تنجم تقوم به هو بكل بساطة بناء المواقع، لكن بناء المواقع المرة هذه باش يكون الأشخاص أخرين. شنو اللي يلزمك؟ يلزمك بكل بساطة حاسوب واستضافة. الاستضافة كما قلنا تنجموا تتحصلوا على استضافات رخيصة وتهبط للحومة أو الحي أو المدينة اللي أنت ساكن فيها، وتعمل دورة على المغازات، وتعمل دورة على البوتيكات متاع البش أو على المحلات الموجودة، وتشوف شكون منهم يحب يشري موقع. بالطبيعة الأسعار متاع المواقع اللي مش تقوم أنت ببنائها أكيد أنه مش تعطيهم أسعار مخفضة جدا مقارنة بالأسعار الموجودة في السوق. وبناء المواقع كما قلنا ما هوش حاجة صعيبة، خصوصا إذا كان صار على الورد بريس، لأنه باش تلقاو العديد والعديد من القوالب الجاهزة والمجانية على الورد بريس. تشوف أنت الشخص شنو يحب بالضبط، تاخذ الصور والمحتوى من عنده إلا كان باش تكتبه له أنت، من بعد كي تختار القالب المناسب لنوع المشروع أو لنوع المحل اللي أنت توجهت له، وتقوم ببناء الموقع. بالطبيعة من بعد كي إذا كان عنده بعض التغييرات تقوم بالتغييرات هذه، لكن ما هيش حاجة كما قلنا اللي باش تتطلب منك استثمار كبير، فقط تتطلب منك العمل الجاد وإنك تحاول تخرج كل يوم وتمشي تكونتاكتي أو تمشي تحكي مع أكبر عدد ممكن من المحلات ومن المطاعم ومن أي حاجة موجودة في نوع من المشاريع الموجودة في الحي متاعك، وتقوم ببناء مجموعة المواقع هذه اليوم. والأكيد إنه الأرباح خصوصا من بناء المواقع باش تكون محترمة. في نهاية الفيديو إن شاء الله تكون الأفكار اللي طرحناها اليوم والأفكار اللي إن شاء الله مش تعاون على الأقل عدد قليل منكم، إن شاء الله تكون عجبتكم وإن شاء الله تكون نالت الرضا متاعكم. إذا كان عجبكم الفيديو تحبوا فيديوهات أكثر كيفو، ما عليكم كان تضغطوا على زر لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديدة يجيكم إشعار، ونقولكم إلى اللقاء.